بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند دائرة المتفق، سميت بهذا الاسم لاتفاق وتشابه كل أجزائها، هذا على رأي الخليل رحمه الله تعالى. طيب، أولا عندنا هذه الدائرة تشتمل على بحرين. البحر الأول بحر متقارب، وزنه فعول ثمان مرات، يعني أربعة في كل شطر. وأما المتدارك فاعل أيضا ثمان مرات. فالآن هنرسم الدائرة هكذا، نقول دائرة المتفق لاتفاق أجزائها. طبعا نجد أنه فعول مقام من وتد مجموع بعده سبب خفيف، هنا تقدم السبب على الوتد فاتفقت في الأسباب والأوتاد. هنرسم الدائرة، نقول أدي فعو هكذا فعو، ونقول هنا لن فعو لن فعو لن، آخر تفعيلة نفعوا بعد كده لن. هنا نبدأ برقم واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة ثمانية. إذا بدأنا برقم واحد يعطينا بحر المتقارب الذي قال عنه الخليل: فقارب وواصل فمالي عذول فعول 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 فعول. إذا بدأنا برقم أربعة يعطينا بحر المتدارك الذي تدارك به الأخفش على الخليل رحمه الله، هذا في قول كثير من علماء العروض. فإذا بدأنا برقم أربعة هذا السبب أهو فا ولو علن يبقى هذا فاعل فاعل فاعل. إذا هذه الدائرة تتكون فقط من بحرين، بحر متقارب وهو الأصل لأنه بدأ بوتد، والفرع وهو بحر المتدارك الذي تدارك به الأخفش على الخليل ويبدأ بسبب بعد وتد. يقول الناظم: وآخر الدوائر المتفقة، يعني التي اتفقت، لأن دي خماسية ودي خماسية، دي بدأت بوتد وانتهت بسبب، هنا سبب ووتد. آخر الدوائر المتفقة وهي ببحر واحد محققة، هذا عند الخليل، يعني تشتمل على بحر واحد فقط، هذا عند الخليل رحمه الله. والمتقارب الذي بها وزن، يعني هذه الدائرة وضعت فقط أو وزنت ببحر متقارب، وكما قلنا هو وزنه فعول 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 فعول. فقارب وواصل فمالي فعول فمالي عذول فعول 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 فعول. على فعول بثمان قد قرن، يعني هي إلا ثمان تفعيلات، لكن احنا في الدائرة فقط نكتفي بالشطر الأول الذي يشتمل على أربع تفعيلات. وزيد بحر محدث، محدث يعني أحدثه من أتى بعد الخليل وهو الأخفش رحمه الله. وزيد بحر محدث بها يعد ولا أراه زائدا على الأسد، يعني صاحب النظر لا يعترف بهذا البحر وهو في هذا يسير على مذهب الخليل. ولا أراه زائدا على الأسد، يقصد الأسد هنا هو الخليل بن أحمد رحمه الله. نقول أبيات يا مشايخ، يلا كده وراي: وآخر الدوائر المتفقة وهي ببحر واحد محققة، والمتقارب الذي بها وزن على فعول بثمان قد قرن، وزيد بحر محدث بها يعد ولا أراه زائدا على الأسد. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الدائرة الأخيرة من دوائر الشعر، وهي دائرة المتفق. وإن شاء الله بعد قليل نبدأ هي أول بحر من يشتمل على هذه الدائرة، وهي بحر المتقارب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.